السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا موقع اسمه بلانر 5D، وده مهم جدا للديزاين. فأول ما أبدأ فيه بيسألني أنت عايز تعمل كريت ديزاين بروجكت فور ماي كلاينت، ولا ديزاين أدريم هوم، ولا ستادي انتيريور ديزاين، أو كريت أسكول بروجكت، ولا بلان أبكامينج بيلدينج. طيب أنا هقول له دريم هوم وكريت يور دريم هوم ستارت ناو. ممكن تقول له هاير ديزاين، يعني الموقع ده ممكن من خلاله تجيب شغل او تلاقي حد يعمل لك شغل، يعني ده عامل برضه زي ابورك. بيقول لك انت ممكن تستعين بان انت تسطب البرنامج جوجل بلاي او الايفون، بحيث ان هو يقدر يساعدك في تصميم البيت بالابعاد المظبوطه. ده هو على جوجل بلاي. هتلاقي فيه عناصر تقدر تحطها في قلب المبنى. طيب اوكي، ممكن تقول له سمارت هوم سكراتش، هتبدا من الصفر وتبدا ترسم، لكن هتلاقي الميزه ان هو اونلاين وسهله جدا في الاستخدام. سمارت ويزارد في ادوات مساعده، ابلود ابلان، انت عندك بلان جاهز مخطط وهتبدا ان انت ترفعه وتبدا تشتغل عليه، او في تمبليت جاهز، او في مشاريع، او هاير ديزاينر. فلو انت مصمم حاول ان انت تسجل نفسك في قاعده البيانات بحيث ان ممكن يجيلك شغل من خلاله. طيب خلينا نشوف في التمبليت. فبيقول لي شوف حاجه معينه، وليكن مثلا الاوفيس. انا بصمم بيت الاحلام بتاعي فخلي فيه اوفيس، تمام، حاجات بالشكل ده. فانت تبدا بقى تشوف، طبعا هتاخد منك وقت كتير لو كنت بدات من صفر، لكن هو جاب لك تصميم انت بقى تقدر ان انت تغير الابعاد، وهتلاقي الموضوع سهل جدا. مجرد تعمل سيلكت على اي حاجه تقدر تعدل فيها. على سبيل المثال تقدر تعمل سيلكت مثلا هنا، فبيبدا يقول لك انت عايز تنسخه، ولا عايز ديليت، ولا عايز تعمل له موف، ولا عايز تعمل له ماتش ستايل، تغير الستايل. يبدا يجيب لك الوان تقدر ان انت تغير الابواب من خلالها، تغير اللون من خلاله بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اعمل ميرور ليها، طبعا عايزها تبقى تغير الاتجاه بتاعها. ممكن تسجلها في الفلفل بحيث لما تعوز في اي وقت تلاقيها. ممكن تقول له ان انت عايز تضيف كورنر، ممكن تقول له اخفي لي العنصر ده خالص. لو جيت على اي عنصر ممكن تقول له انا عايز يبقى في سنتر الكاميرا، يعني لو انا عامل زوم على مكان تاني بس جيت على ده وقلت له خليه في السنتر، هيبدا ان هو يخليه في السنتر. ممكن تعمل له موف بسهوله جدا من هنا لهنا زي ما انت عايز. ممكن الباب ده تقول لا ده انا عايز اخليه مثلا هنا، فهيجي معاك بدون اي مشاكل خالص. ممكن تيجي هنا وتدوس عليه ديليت، هيتلغى على طول. كنترول زد عشان ترجعه. لو دوست هنا هتلاقي الويتس قد ايه، فممكن تغيره. ممكن مثلا تخليه تغير المقاس بتاعه، وكذلك الحائط تقدر ان انت تغير الدايمنشن بتاعه والسيكنس. ممكن تغير سيكنس، يعني خليه 13 بدل 10. فالتعديل فيه سهل جدا، تقدر تعيد التصميم من اول وجديد زي ما انت عايز. تقدر تلغي اي عنصر انت عايزه، تعمل العناصر الجديده، تعمل كرييت، تقدر تحوله ل 3D. عملنا تصميم الغرفه في ثواني. كل حاجة 3D وتقدر ان انت تلف بيها زي ما انت عايز. بيقولك تدوس ليفت، وممكن تعمل حركة بالكاميرا من خلال ال E وال S وال Q وال W. فده من ضمن البرامج السهلة جدا في الاستخدام. تقدر ان انت تعمل ستير، تضيف ويندوز، تضيف كولوم زي ما انت عايز. مجرد تختار شكل العمود اللي انت عايزه وتقدر تضيفه زي ما انت عايز، دراج اند دروب، وتحط العمود. وبيديك اختيارات كتيرة لو انت عايز تعكسه، تقلبه، تعمله روتيت براحتك خالص. ودي الابعاد بتاعت العمود تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. زي ما انت شايف الشكل البسيط دوت هو
اللي متاح والباقي لازم تكون باشتراك عشان تاخد اشكال متفردة. ممكن تقول له انا عايز كيتشن، وتبدأ بقى تختار العناصر الموجودة في الكيتشن زي ده او دوت، وتعمل دراج اند دروب يبدأ يضيف لك كيتشن في المكان اللي انت عايزه. دي العناصر اللي هي بره المبنى. ممكن تقول له انا عايز اضيف مثلا زي حمام سباحة بالشكل دوت. طبعا هو مديك تغير الدبس والاشكال والزاوية زي ما انت عايز. طيب لو خلصت بقى وعايز تعمل ريندر، ممكن تقول له رياليستيك ريندر فيبدأ يعمل لك الريندر بتاعك. طيب وعايز رقم الفيزا، ممكن بعد التصوير نبقى نديله. تمام، دي الحاجات اللي فاكر كنا عملنا فتحة الباب دوت، فبقى موجود معانا، نقدر في اي وقت نسحبه ونعمله دراج اند دروب. اول ما حطيناه عمل لنا اوبننج في قلب الحيطه.